وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من واشنطن الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية الدكتور إدموند غريب. مساء الخير دكتور. مساء النور يا هلا. دكتور، باعتقادك يعني كيف يمكن للمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة من نزع أنياب التمدد الإيراني وتقليم أظافره وتهديداته المتواصلة واضطلاعه بالإرهاب؟ بدون شك أولا أن الإدارة الأمريكية لديها مواقف حول السياسة الإيرانية، فالرئيس ترامب وإدارته وخاصة مجلس الأمن القومي وزير الدفاع ووزير الخارجية قد عبروا عن مخاوفهم وقلقهم مما يروا بأن التمدد الإيراني في المنطقة وتهديدها لدول حليفة وصديقة للولايات المتحدة، ولذلك فإنهم يرغبوا في تشديد العقوبات على إيران. وأيضا الرئيس الأمريكي هدد بإلغاء الاتفاقية بين مجموعة 5+1 وإيران ما لم تقم الدول الأوروبية بفرض عقوبات جديدة أو بالعمل على إصلاح ما اعتبره الأخطاء الكارثية في الاتفاقية، وكذلك أنه أيضا سيفعل ذلك ما لم يقم الكونغرس الأمريكي بتمرير عقوبات على إيران وإصلاح أيضا للأخطاء. ولذلك فإن نرى أيضا في الكونغرس الأمريكي هناك جهود مشتركة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين معا، وكان أهمها طبعا مشروع قانون قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في نهاية الأسبوع الماضي، وهذه هي كانت مشروع قانون يمتد إلى حوالي 27 صفحة ويركز على أنه يجب فرض عقوبات على الحرس الثوري بسبب نشاطاته وكما يقول المشروع تهديده للأمن، دعمه للإرهاب وتدخله في سوريا. وبالتالي فإن هذا المشروع أيضا قد تبناه كل أو قدمه كل من رئيس اللجنة النائب إد رويس وزعيم الديمقراطيين في اللجنة النائب إليوت إنجل، وبالتالي فإن هذا سيشدد العقوبات على الحرس الثوري وعلى الشركات التي يملكها، وخاصة أي شركة قد يملك الحرس الثوري أكثر من أو حوالي 50% منها، وبالتالي على الأقل، وبالتالي فإن هذا سيكون هو التوجه العام للكونغرس. طبعا سيجب الانتظار أولا لمعرفة ما إذا كانت سنرى جهود مماثلة، وأعتقد أن هذا سيحدث في مجلس الشيوخ حيث أنه ربما سيتم تقديم مشروع قانون إما مماثل أو مشابه. وأيضا هذا جزء من المحاولة أيضا من قبل الكونغرس لمطالبة إدارة الرئيس ترامب بتقديم معلومات بصورة دورية حول نشاطات الحرس الثوري، ولذلك أعتقد أن هذا تحرك جديد ومهم لفرض عقوبات إضافية. نعم، من واشنطن الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لك.